السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا قناة ماي كارز. واليوم جبنا لكم أجدد أسعار السيارات المستعملة في الجزائر، وإن شاء الله يعجبكم السيارات ويعجبكم البري. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساوش تصليوا على النبي وخليونا نبدأ مع أول سيارة معنا لنهار اليوم، هي سيارة شانغان سي إكس فا 2014. سيارة نقية ما شاء الله كما راكم تشوفوا، ريحة في لاكولار غري أرجون، لي بابي تاعها صافيين، لابواط مانيال إنرجي إيسونس، موتور فيها موتور 1.3 أو إس إس بقوة 86 حصان. السيارة ماشية 166 ألف كيلومتر. ملاحق لك سيارة عائلية فيها لي باشوك بنترين، المحرك والسيسبونسيون شابين. السيارة متواجدة في ولاية سيدي بلعباس ومولاها طالب فيها 100 مليون. النيميرو تاعو 06-60-49-21-62. سيارة فولكسفاغن غولف 5 2004. سيارة رايحة في لاكولار غريسوري، لي بابي تاعها صافيين، لابواط مانيال انرجي ديازل، موتور فيها موتور 1.9 تي دي بقوة 105 حصان. السيارة ماشية 388 الف كيلومتر. ملاحق لك موتور و سيسبونسيون اون تري بونيتا بنتورا فيها ديرو توش بركا. السيارة متواجدة في ولاية الجزائر العاصمة ومولاها كلك طالب فيها 95 مليون. النيميرو تاعو 05-50-11-73-76. سيارة شيري فولوين 2014. سيارة انقية رايحة في لاكولار الجري، لي بابي تاعها صافيين، لابواط مانيال انرجي ايسونس، موتور فيها موتور 1.5 او اس اس بقوة 109 حصان. السيارة ماشية 350 الف كيلومتر. ملاحق لك ما فيهاش بنتورا، ما فيهاش الغاز، سرير وض جديدة، سيسبونسيون جديدة. ملاحق لك موتور محطوط، راه ماشي 92، ما يسخن ما ينقص. السيارة متواجدة في ولاية الجلفة ومولاها طالب فيها 92 مليون. النيميرو تاعو 06-65-52-03-49. سيارة هايما 2012 سي سبور. سيارة نقية ما شاء الله كما راكم تشوفوا، رايحة في لاكولار غري ألمنيوم، لي بابي تاعها صافيين، لابواط مانيال انرجي ايسونس، موتور فيها موتور 1.3 في في تي بقوة 83 حصان. السيارة ماشية 152 ألف كيلومتر. ملاحق لك ما فيهاش صبيغة، موتور مليح، فيها الغاز، سيسبونسيون شابة، كليما خاصها الغاز ولا أسيستي. السيارة متواجدة في ولاية وهران وملاحق لك عطاوني 95 مليون. النيميرو تاعو 06-64-38-94-01. سيارة هيونداي أتوس 2006 جي إل. سيارة رايحة في لاكولار بلوزيال، لي بابي تاعها صافيين، لابواط مانيال انرجي ايسونس، موتور فيها موتور 1.1 او اس اس بقوة 63 حصان، ماشية 222 الف كيلومتر. بنتورا فيها دو بورت كوتي شوفير ولي دو زيل اريير بليس لامال. السيارة متواجدة في ولاية تلمسان ومولاها كلك عطاوني 94 مليون. النيميرو تاعو 06-74-45-88-37. سيارة رونو ميغان 2004. سيارة رايحة في لاكولار نوار، لي بابي تاعها صافيين، لابواط مانيال انرجي ديازل، موتور فيها موتور 1.5 دي سي بقوة 80 حصان. السيارة ماشية 450 الف كيلومتر. ملاحق لك ميكانيك دي سيرديس، بنتورا فيها 20 سنتيمتر من جيل اريير دروات وفيها دي كلك روتوش افروا ايفرني شباب سير لوتوا. السيارة متواجدة في ولاية تيزي وزو ومولاها قال لك عطاوني 95 مليون، والسعر قابل للتفاوض. النيميرو تاعو 05-57-08-85-05. سيارة رونو كليو 1999. سيارة رايحة في لاكولار البلون، لي بابي تاعها صافيين، لابواط مانيال انرجي ديازل، موتور فيها موتور 1.9 دي بقوة 65 حصان. السيارة ماشية 196 الف كيلومتر. مولاها قالك بيل فواطير. السيارة متواجدة في ولاية البليدة ومولاها قالك عطاوني 64 مليون. النيميرو تاعو 05-54-56-57-64. سيارة فولكسفاغن غولف 5 2005. سيارة رايحة في لاكولار بلو غولواز، لي بابي تاعها صافيين، لابواط مانيال انرجي ديازل، موتور فيها موتور 1.9 تي دي بقوة 105 حصان. السيارة ماشية 526 الف كيلومتر. ملاحق لك فيها صبيغة في الليل افون والكوش سيتو. السيارة متواجدة في ولاية الجزائر العاصمة ومولاها طالب فيها 85 مليون فيكس. النيميرو تاعو 07-71-90
27 83. سيارة جيلي سيكا 2011 سيارة رايحة في لاكولير انوار لبابي تاعها صافين لابوات مانيال انرجي اسونس موتور فيها موتور 1.3 ماشية 241 ألف كيلومتر مولاها قالك بالفواتير كليماتيزي. السيارة متواجدة في ولاية البوليدة مولاها قالك عطاوني 68 مليون. النميرو تاعو 07 92 79 45 43. سيارة رونو كليو كومبيس 2008 سيارة رايحة في لاكولير نوار لبابي تاعها صافين لابوات مانيال انرجي اسونس موتور فيها موتور 1.2 او اس اس بقوة 60 حصان. السيارة ماشية 440 ألف كيلومتر ملاقل فيها شوية بنتورة على برا الشوك ما كانش موتور مليح. السيارة متواجدة في ولاية وهران ملاقل كعطاني 93 مليون. نيميرو تاعو 07 73 30 36 43. سيارة بيجو 206 2002 سيارة رايحة في لاكولير غري لي بابي تاعها صافين لابوات مانيال انرجي اسونس موتور فيها موتور 1.4 او اس اس بقوة 75 حصان. السيارة ماشية 333 ألف كيلومتر ملاقي فيها سوباسمو وشوية في البسينة نبيع ولا نبدل. السيارة متواجدة في ولاية الجزائر العاصمة وملاقي لك عطاوني 65 مليون. النميرو تاعو 07 91 84 13 70. سيارة زوتي نوماد دو 2012 سيارة نقية ما شاء الله كيما راكم تشوفو رايحة في لاكولير انوار لي بابي تاعها صافين لابوات مانيال انرجي ايسونس موتور فيها موتور 1.3 او اس اس بقوة 69 حصان ماشية 250 ألف كيلومتر مولاها ما حتحط انفورماسيون عليها. السيارة متواجدة في ولاية يارت مولاها قالك عطاوني 100 مليون. النميرو تاعو اللي حاب يزيد يتواصل مع السيد 07 71 77 92 79. سيارة سوزوكي التو 2008 سيارة رايحة في لاكولير ميل لي بابي تاعها صافين لابوات مانيال انرجي ايسونس موتور فيها موتور 0.8 او اس اس بقوة 46 حصان ماشية 337 ألف كيلومتر ولاقلك فيها ماسك افو ونص ليل اريير ما فيهاش الشوك موتور ما شاء الله. السيارة متواجدة في ولاية الجزائر العاصمة ولاقلك عطاوني 67 مليون. النميرو تاعو 06 65 92 54 46. سيارة رونو كليو دو 2000 اكستريم سيارة رايحة في لاكولير البلون لي بابي تاعها صافين لابوات مانيال انرجي ديازل موتور فيها موتور 1.9 دي بقوة 65 حصان مولاها قالك تري بونيتا. السيارة متواجدة في ولاية تيزي وزو ومولاها قالك عطاوني 66 مليون. النيميرو تاعو اللي حبيت توصل معاه 07 76 31 70 84. سيارة هيونداي اكسنت 2008 سيارة رايحة في لاكولير الكري لبابي تاعها صافين لابوات مانيال انرجي ايسونس موتور فيها موتور 1.5 او اس اس بقوة 91 حصان. السيارة ماشية 231 ألف كيلومتر مولاها قالك فيها فوال واللي ما يحبش صبيغة ما كان له يعيط لي. السيارة متواجدة في ولاية تيارت ومولاها طالب فيها 100 مليون فيكس. نيميرو تاعو اللي حبيت توصل معاه 07 73 00 56 45.